ازيك يا جماعه؟ النهارده في السفلر رياكشن هنا على هوم سينما. النهارده حلقه جديده اخيرا بعد اربع ايام تقريبا، اربع ايام بعد اخر حلقه اللي هي بلاك ميرور. مع ذلك حاسس ان انا بقالي فتره كبيره كالعاده ان ما بعملش فيديوهات، لان انا متعود دايما كل يوم انزل في فيديوز كل يوم. ف حسيت ان الواحد بقاله فترة ما بينزلش فيديوهات، وده شيء غريب يعني. بقالي زي ما تقول كده بقالي بتاع 3-4 ايام مأجز يعني، بصراحة مش عايز اعمل اي حاجة في هوم سينما. بس طبعا مع الاسف يا فرحة ما تمت زي ما بيقولوا، والفيديوهات بتاعت مسلسلات رمضان عماله تنزل ورانا. وانا بصراحه قلت كفايه كده مرقعه بصراحه 3-4 ايام، ولازم نقوم ونشتغل، وبقى عشان كده الوضع صعب يعني. مسلسلات عماله بتنزل التريلر بتاعتها، تاني تريلر نزل او تالت تريلر نزل النهارده، وغير ان طبعا في تريلرز تانية لافلام اجنبي نزلت وحاجات تانية كتيرة جدا عايز اتكلم عليها. انا حسيت ان انا يعني عارفين الواحد في كلمة كده عايز اقولها بس برضو مش عايز اقولها، انتوا اكيد فاهمينها ايه الكلمة كده، فقلت كفاية كذا فقوم بقى انت كمل فيديوهات لان كده مش هينفع الوضع يعني. نزل التريلر بتاع مسلسل الاختيار الجزء الثاني رجال الظل، نزل التيزر بتاع المسلسل، ونزل التيزر بتاع مسلسل ريهام حجاج اللي هو كل ما نفترق، واتعمل التيزر بتاع مسلسل موسى بتاع محمد رمضان. احنا اوريدي عملنا له تيزر رياكشن، هو في الاثنين دول احنا لسه. انا لحد دلوقتي المسلسل بتاع كل ما نفترق نزل اصلا التريلر او التيزر بتاعه من تقريبا 4-5 ايام، ولسه اقسم بالله لحد النهارده ما اتفرجت على التريلر، سايبه عشان اعمله تريلر رياكشن. بس ده هيبقى ليه حلقة منفصلة. احنا النهاردة هنتكلم على مسلسل الاختيار رجال الظل التيزر معانا، وهو مسلسل من تأليف هاني سرحان ومن اخراج بيتر ميمي، وهو الجزء الثاني بتاع مسلسل الاختيار اللي كان بتاع السنة اللي فاتت بتاع امير كرارة، بس ده هيبقى قصة، والتاني بتاع السنة اللي فاتت ده قصة تانية خالص. معانا في الكاست ليست كريم عبد العزيز واحمد ميكي، دي طبعا حاجه مشرفه فشخ اساسا. وقبل ما اشوف التريلر انا متاكد ان هتبقى حاجه عظمه، وهيبقى احسن كمان من المسلسل بتاع السنه اللي فاتت. ومعانا كمان في الفريق البطولة اسماء ابو اليزيد وانجل مقدم محمد علاء ومراد مكرم محمد فراج وخالد النبوي وعمرو عبد الجليل، وفي ممثلين كتيرة جدا اكيد هيظهروا از ضيوف شرف. بصراحة متحمس فشخ للمسلسل، واتمنى يعني ان هو يعجبني التيزر. انا بصراحه كريم عبد العزيز اي حاجه بيعملها انا بصراحه بحبها، سواء هو او احمد مكي، ففكره ان هما الاثنين يطلعوا في مسلسل ده وش طبعا هنتفرج عليه حتى كمان من غير تيزر او من غير تريلر او من غير اي حاجه يعني. مش عايز اطول عليكم كتير اكتر من كده عشان متحمس وعايز اتفرج على التريلر بتاع مسلسل الاختيار التيزر معانا هنا على هوم سينما على ستيفلر رياكشن. يلا بينا نبدا نشوف مسلسل الاختيار التيزر بتاعنا، يلا بينا. ساعات الكلمة بتبقى أخطر من السلاح. أنت شايف ناس قدامك شبهك زيك زيهم، عايز تمد إيدك ليهم تنقذهم من الخطر اللي هم فيه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحرب ما انتهتش، بس اللي على حق ما بيخافش. بيقولوا إن إحنا خدنا عبرة من اللي عملوه زمايلنا، ما يعرفوش إن حق زمايلنا دول هيرجع من كل واحد فيهم. النهارده الاختيار 2 مع التيزر خلص. انا متاكد 100% يا جدعان ده شكله هيبقى حاجه عظمه يعني، كتصوير بصراحه كاخراج بيتر ميمي لا شابو ليك يا معلم يعني، انت شكلك عامل حاجه تقيله السنه دي. وانا بصراحه يعني زي ما بيقولوا كده يعني مبسوط يعني من اللي انا شايفه قدامي حرفيا. لا شابو يعني بجد شابو، شكله هيبقى حاجة جامدة قوي. وانا يعني متأكد مليون مش مليون في المية مليار في المية، وده يعني مش انطباعي انا لوحدي، انطباع ملايين من البني ادمين والمشاهدين حوالين الوطن العربي. المسلسل ده حرفيا هيبقى احسن بكتير قوي من المسلسل بتاع السنة اللي فاتت، وهيبقى معمول حلو ومصروف عليه كمان، لغير طبعا الاداء التمثيلي سواء من احمد مكي او كريم عبد العزيز، هيبقى حاجة تقيلة يعني. انا طبيعتي دايما في التيزر ما بديش نسبة ترقب، تمام؟ انا كطبيعتي على هوم سينما لما باجي اعمل تريلر رياكشن في التيزر ما بديش نسبة ترقب. بستنى الاول لما التريلر بينزل واحب اعمله تريلر رياكشن، وبعد كده اتفرج وفسفس واشوف ايه الحوار وايه الكلام، وفي الاخر ادي كده الانطباع بتاعي وادي نسبة ترقب للمسلسل.
مسلسل الاختيار، مسلسل الاختيار عشان بصراحه بحب جدا 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 كريم عبد العزيز واحمد مكي، ف كده كده ده المسلسل الوحيد، المسلسل الوحيد اللي مش حد اللي مش هقيم المسلسل من التريلر، او مش حد نسبه، حتى نسبه الترقب بتاعته عاليه او صغيره او متوسطه او وات ايفر، بس هتفرج عليه عشان خاطر كريم عبد العزيز وعشان خاطر احمد مكي، بس هتفرج عليه يعني مبدئيا. وانا متاكد مليون في المية التيزر على فكره حلو، انا بجد يعني انا بجد مستني التريلر بتاعه عشان اعمله تريلر اكشن، انا متاكد مليون في المية هتبقى حاجه جامده قوي 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 يعني. وعندي احساس ان هيبقى فيه جست ابيرنس كتير في المسلسل ده زي الجزء الاولاني، وممكن يظهر منها بعضهم في التريلر بقى مش التيزر. هنا كريم عبد العزيز واحمد مكي بس اللي ظهروا، ما ظهروش اي ممثلين تانيين، وتقريبا على ما اعتقد القصه هتبقى بعد ثوره يناير على ما اعتقد يعني. مش عارف اذا كان احمد مكي هيبقى فيلن بصراحه ولا لا، بس انا عاجبني الكاركتر بتاع احمد مكي، انا عندي احساس ان احمد مكي هيمثل كمان احسن من كريم عبد العزيز يعني من وجهه نظري الشخصيه. في ناس قالوا كتير هيبقى فيلن، ممكن هو دلوقتي داخليه، بس ممكن مع مرور الاحداث يبقى فيلن، الله اعلم برضو. بس انا حابب ان انا اشوف مكي في القالب ده وبعد كده يقلب فيلن برضو. انا يعني انا عندي يعني متوقع خير بالنسبه لاحمد مكي في العمل ده، خصوصا انه بقاله كتير جدا ما بيعملش ولا افلام ولا مسلسلات، فبصراحه لا يعني في حاجه جامده جايه بجد يعني. بس انا ما عنديش حاجه تانية اقولها عن مسلسل الاختيار، اتمنى بجد التريلر او سواء التريلر بتاع الاختيار او التريلر بتاع مسلسلات رمضان عامه ان جنرال، يعني يا سلام يا لو ينجزونا الفتره دي ينزلوا كل التريلرز علشان نقدر نقيم هنشوف ايه ومش مش هنشوف ايه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه، اول لما اخلص كل التريلر اللي هيتعمل لهم تريلر رياكشن لمسلسلات رمضان ان شاء الله باذن الله هعمل حلقه. لسه ما اعرفش اذا كان هتبقى حلقه لايف على يوتيوب ولا مجرد هتبقى حلقه وهيبقى فيها مونتاج بقى والكلام ده كله، هتبقى القايمه النهائيه قبل مسلسلات رمضان ايه بقى اللي هو في الاخر هنتفرج على ايه يعني من الاخر يعني. لان انا زي ما قلت كنت عامل فيديو من الفيديوهات بتاعت مسلسلات رمضان من قبل كده، بعد مسلسل موسى على ما اعتقد او كان قبليه، كنت قايل الاسامي المبدئيه اللي انا هتفرج عليها لمسلسلات رمضان، سواء كان في الاختيار وكان في نجيب زاهي زركش وكان في مسلسل بتاع احمد عز وكان في كذا حاجه. بس انا قلت جمله مهمه فشخ، خلي بالكم يا جماعه الاسامي بتاعت مسلسلات رمضان اللي انا هتفرج عليها السنه دي مجرد اسامي مبدئيه، او القايمه اللي انا عاملها دي مجرد قايمه مبدئيه، لان الله اعلم ممكن بعد ما اتفرج على كل التريلرز والمسلسلات اللي انا اخترتها عشوائيه اللي انا ممكن قلت ان انا هتفرج عليهم وانا عندي هاي اكسبكتيشن فيها، وممكن اتفرج على تريلر وما يعجبنيش التريلر فحشيلها من القائمه النهائيه، وممكن احط حاجه تانية الله اعلم، وممكن ما احطش حاجه اصلا برضو الله اعلم. عشان كده بقول لكم تابعونا في التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان كلها ان شاء الله باذن الله، هحاول على قد ما اقدر اعمل تريلر رياكشنز لكل مسلسلات رمضان سواء تيزر او سواء تريلر رياكشن. بعد الحلقه دي هيكون عندنا التيزر او التريلر رياكشن، هو تيزر مش تريلر، بتاع مسلسل هيام حجاج كل ما نفترق بعد ان شاء الله بعد الحلقه دي. وبعد ما زي ما قلت خلص كل التريلرز هعمل الحلقه الاخيره اللي هي القائمه النهائيه اللي احنا هنتفرج عليها مسلسلات رمضان هنا على هوم سينما، وهنبدا بقى ان احنا نتفرج على مسلسلات ونقيم ونعمل ونسوي ونروح ونيجي. لان في حاجه مهمه فشخ الفشخ، ودي حاجه كنت لازم اقولها، ان هيبقى في مسلسلات وافلام تانية هتبقى ماشيه في حاجات رمضان. اولا هيبقى في الاوسكار، لازم استحملوني الجملتين الاخرى اللي هقولهم دول، هيبقى في الاوسكار هيبقى في رمضان على فكره بكره، يعني انا بصور الحلقه دي النهارده، بكره هيبقى في، انا ما اعرفش الحلقه دي هتنزل النهارده او بكره، فاللي هو يا بكره او لو انتوا بتتفرجوا على الحلقه بتاعت النهارده كام في الشهر 14 تمام، هو يوم 15 هيبقى في حلقه النومينيشنز بتاعه الاوسكار، فالاوسكار هيبقى السنه كمان الشهر الجاي هيبقى في رمضان، وهيبقى في كمان الاسبوع ده هيبدا وينتر سولجر وفالكون او فالكون وينتر سولجر، فبرضه المسلسل هيبقى شغال في رمضان. فغير المسلسلات الانجليش هيبقى في كمان مسلسلات رمضان، غير ان هيبقى في الاوسكار، وغير ان هيبقى ممكن يكون في افلام الله اعلم، غير ان هنخش على طول في افلام العيد. افلام العيد السنه دي برضه هتبقى سخنه، وبرضه ان شاء الله هيبقى في فيديو مستقل عن افلام العيد.
عايزين بقى تفاعل بعد اذنكم بقى، عايزين تظبطوني بقى لايكس وسبسكرايب وشير، علشان بصراحه الحلقات اللي جايه هتبقى كتيره فشخ ومحتاج دعم ومحتاج زقه. فبعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم ظبطوني بقى سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقه عجبتكم اعملوا لي شير بعد اذنكم. سبسكرايب السبسكرايب الحلو بتاعكم بيفرق معايا وهيديني دفعه جامده قوي، لان زي ما انتم عارفين المسلسلات السنه دي هتبقى كتير فشخ. احنا ممكن بنتكلم حرفيا من 25 ل 30 مسلسل، فتخيلوا 25 او 30 حلقه تريلر رياكشن، ده غير التيزر رياكشن، ده غير الحاجات التانية. فبعد اذنكم السبسكرايب المتين بعد اذنكم، بس دلوقتي اللايك المتين والشير المتين. اوكي، في اي حاجه محتاجين تقولها لي كومنتس بتاعتكم بقى، ظبطوني كومنتس برضو لو في اي حاجه، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليكم. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن مسلسل الاختيار. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.